القناة الإعلامية للبنت السورية هي الأفضل دائما. النشرة الرئيسية من المركز الإخباري في دمشق، أسعدتم مساء. السلام عليكم ورحمة الله. راهنوا على أبواقهم الإعلامية في التحريض ودفع الشعب بعكس صيرورته وأهدافه، فوجدوا أن السوريين واعون لما يحيكونه، راسخ إيمانهم بوطنهم واستقراره ووحدة أبنائه. وجدوا السوريين كعهدهم لله والوطن لا ينجرون إلى التهلكة بأيديهم، وعاشوا يومهم كبقية الأيام بهدوء وطمأنينة. على صفحات الفيسبوك وغيره من الخارج وأقبية الظلام وغرفها، دعا من يدعون أنهم أحرار ويريدون الديمقراطية إلى الإضراب. إضراب لبه السوريون يوما أكثر حيوية وترجموه نشاطا وتكاتفا. قنواتهم الإعلامية المبتورة تصور الواقع على أنه حالة عسكرية تتصاعد وتيرتها، خاصة في تلكلخ وغيرها من المناطق، بهدف إبقائنا في حالة توتر وقلق. لكن هيهات، فسوري أقوى وأكثر منعة مما قد تصل إليه ذهنيتهم وارتباطاتهم، أقوى بحبه لوطنه وحرصه على وحدته الوطنية. أسواق دمشق تشهد مزيدا من الإقبال مع استمرار تركز الطلب على السلع الاستهلاكية الضرورية وصولا إلى بعض الكماليات. دمشق تعج بحركة أسواقها من بيع وشراء، ويعد الطلب على مختلف المواد وخاصة المواد الاستهلاكية والغذائية متوازنا هذه الفترة أكثر من الفترة الماضية. صار في رد إيداعات جديدة، فالناس اللي حتى سحبت أموالها رجعت أودعتها، لقيت أنه بالعكس المصرف هو أأمن من أي يعني مجال تاني تحط أموالها فيه. تقريبا بالعالم عم يحكوا بالأقنية هالمواضيع، انه العالم عم تهرب ولا العالم عم تسحب وخايفه، موضوع مو وارد بنوب عنا بالبلد. بالنسبه للاسواق، العمل جاري فيها بشكل طبيعي والشوارع كلها ممتلئه بالناس الشر المشترين يعني، وما في اي شيء يعكر صفو هذا البلد. والله السوق بجنن والحركه حلوه بالشام، كل عمرنا بنحبها من الشام نحن. انا من لاذقيه. والله كله تمام. انا جاي من الغوطه من عين ترمه، ما فيها شيء ابدا، مسابقه ما فيها شيء وما عندنا شيء، بس هذا كله كذب، بنقعد نتفرج على الجزيره بيخلونا على اعصابنا. ويبدو ان اسواق الصاغه مرت بفتره ركود بسيط قبل اكثر من اسبوع، لكنه لم يستمر اكثر من بضعه ايام ولم يؤدي الى تراجع نشاط السيدات في تلك الاسواق. السوق خفيف لأنه الذهب غالي، حركة السوق طبيعية والعالم عم تشتروا، بس بما أنه الذهب غالي خف السوق شوية، بس ما في شيء الحمد لله. في حركة وفي بيع وشراء والحمد لله أمان، وهي أنا من نازل أتسوق، عنا عرس يعني، نحن من التل معربة، أي الحمد لله جايين نتبضع نحن. الحمد لله ما عم أهدى، شوفت عيني مليان عالم بالسوق، اللي بيقول لك ما في سوق، لا في سوق وفي شغل وفي كل شيء الحمد لله. نظرات الاستغراب كانت واضحة على وجه من نسأله عن حركة السوق والشراء، وكأن لسان حاله يقول لماذا تسألون، فكل شيء طبيعي. وبالمثل تنشط حركة الأسواق في حلب، والدوائر الحكومية تقدم خدماتها المعتادة للمواطنين. والله أنا موظفة بالمالية ودوامنا نظامي ودوامنا للساعة 3 إلا ربع، يعني مثل الموظفين الدولة عادة، وأنا هلأ أخذي إذن، عندي توقيع ورقة من الجهة الثانية وبدي أرجع دوامي بشكل معتاد. أنا جابي في المالية، فعندي هلأ مهمة بطلع بحصل تحصيل، يعني دوامنا نظامي من الساعة 8 للساعة 3. مثل ما شايفين المراجعين بشكل طبيعي عم يراجعوا، والعمل ماشي على ما يرام. احنا اليوم 18/5/2011 والحركه طبيعيه بشارع اسكندرون وبالجميليه. اليوم حياه طبيعيه، اليوم 18/5 ونحن هون شارع اسكندرون، والحمد لله الخلق كله قدامك ماشي طول. اليوم هو يوم الاربعاء 18/5، يوم طبيعي ومداومين مثل عاده، والامور ماشيه تمام التمام، وهي الطلاب عندهم درس رياضه. كما تشهد أسواق إدلب مزيدا من الإقبال وحركة التسوق فيها تعاود نشاطها. السوق حلو كتير والجو كتير حلو والأمن مستتب الحمد لله. نحن من ريف إدلب،
جينا عدلب والوضع تمام عادي ولا في شيء وكله تمام. لا والله الحركة كتير كويسة يعني بمحافظة والشغل كويس وكله ماشي الحال الحمد لله. اليوم أربعة بزار إدلب. نعم نحن بالعادة يوم البازار في منطقة بيتجهوا علي أحياء شعبي بيروحوا الناس لهونيك، بس بالحال عادي بتين النهار بيرجعوا لهون يعني ما في أي إشكال عنا طاول الحمد لله. عنا شيء كويس ممتاز كتير في إدلب محافظة إدلب ولا بشيء يصير طاول المرة. في أحلى من هيك بالسوق عنا بخص محافظة إدلب عنا أنا بسط نص السوق ببيع. محافظة كلها كويسة وشعب كلها راخي وكويس مهذب ما في عنا أي إشكالات طاول نحن عنا. كل شيء فيه الحمد لله سوق مليان خضرة كل شيء وإيش بدك فيه ممكن وشي... مليان عالم العالم وخلق وكل شيء فيه الحمد لله نازلين عادي ما في شيء نفس الشيء بالدوام بالسوق وين عادي كله عادي كله كله لا كله كله مزبوط كتير وشفت عينك ما في حد خالص وعلى طلب العالم ثلاثة أربعة خمسة على طلب العالم كلها شكرا لكم على السلامة حلو ممتاز الحمد لله الحمد لله مليان خبز الحمد لله زحمة وكل الشغل نظامي. محافظة الرقة بأحيائها وأسواقها شهدت اليوم دورة حياة طبيعية ولا سيما إقبال المواطنين على التسوق والتبضع، فقد تميزت المحافظة بكثافة حركتها وممارسة المواطنين لحياتهم الطبيعية اليومية المعتادة، واستقبلت مؤسسات الدولة المواطنين المراجعين كالمعتاد. والله بالنسبة لأسعار المؤسسة حاليا ما في ارتفاع بالعكس في نسبة انخفاض يعني أقل من السوق يعني بالنسبة ماشي حالها الحمد لله مشت معاملتنا بظرف قصير جدا. رقم أسواق اللاذقية ازدحامها معهود وحركتها لا تهدأ وكل يسعى لإنجاز عمله. الحيوية والنشاط والعمل الدؤوب عناوين لسير الحياة في اللاذقية التي يواصل المواطنون فيها أعمالهم وأشغالهم بجو يسوده الطمأنينة والثقة والتفاؤل بالمستقبل. كنت في مشفى الأسد فكنت عملنا جلسة معالجة فيزيائية جاي اتسوق. كيف لقيتي الحركة المحلات؟ منيحة حلوة المحلات فاتحة؟ ايه طبعا كلها فاتحة. بدي افتح حساب هلا مشان بكرة حط مبلغ شي مليون. والله عملي انا هون قسم القروض صرف القروض. كيف العمل اليوم؟ الحمد لله كويس كتير القروض بشكل جيد وكله تمام. فحص يعني يوم عادي مثل كل ايام. اشتغلنا كتير اليوم على طيران اللاذقية دمشق اللاذقية المقاطع الخارجية دول اوروبا مثلا